هل أنت سني أو شيعي؟ عربي أو كردي أو تركماني؟ كل هذه الأسئلة لن تطرح على المواطن العراقي في استبانة التعداد السكاني العام المزمع البدء به في تشرين الثاني المقبل. التعداد السكاني الذي كان يجريه العراق كل 10 سنوات لم يستطع إجراءه في 2007، ليؤجل إلى 2009، ويستمر تأجيله بسبب الظروف الأمنية والخلافات السياسية وجائحة كورونا، حتى تقرر العمل به نهاية العام الجاري، ولكن دون السؤال عن الطائفة والقومية، متضمناً 72 سؤالاً عن تفاصيل حياة المواطن العراقي من دخل مادي ووضع معيشي. وزارة التخطيط المسؤولة عن التعداد السكاني أكدت أن التعداد لغرض التنمية، من شأنه وضع قاعدة بيانات للسكان ترتكز عليها الدولة لضمان توزيع الموارد والمستحقات المالية على جميع المحافظات بشكل عادل. التعداد السكاني أتى بعد موجة نزوح وهجرة للعراقيين من العرب السنة والشيعة والأقليات. وفقاً لما ذكره المراقبون، فالتغيير الديمغرافي بدأ منذ اليوم الأول للاحتلال الأمريكي، وكانت البصرة الشرارة الأولى، كما هجرت آلاف العوائل المسيحية والسنية والشيعية من مناطق في العاصمة بغداد على أيدي الجماعات المسلحة، وفقاً لما ذكره الناشط السياسي عبد القادر النايل، الذي يكمل قائلاً: هذا النهج استمر بعد 2014 ودخول تنظيم داعش محافظات غرب وشمال البلاد، إذ تم تسجيل 100 مدينة وقرية إلى الآن منزوعة السكان، وفي مقدمتها جرف الصخر وعزيز بلد والعوجة ويثرب ومجمع الفوسفات غرب الأنبار والعويسات في عامرية الفلوجة، فضلا عن قضاء سنجار الذي لم يسمح فيه لعودة الكثير من أهله، وفي مقدمتهم الإيزيديون. لا تنحصر مشكلة التعداد في التغيير الديمغرافي الذي جرى في البصرة وبغداد وبابل وديالة، بل يتعدى الموضوع للمناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان مثل كركوك ومناطق في شمال ديالة وصلاح الدين وسهل نينوى التي تشهد تنوعاً مذهبياً وقومياً ودينياً. فالقيادات العربية والتركمانية تتهم الكرد بتهجير سكان كركوك من العرب والتركمان وتوطين الكرد مكانهم، وتقابلها اتهامات مماثلة للقيادات الكردية ضد العرب قبل 2003. مشكلة التعداد ليست فقط في الداخل بل أيضاً خارجية، فلم توضح الوزارة كيفية عد العراقيين في الخارج والذين يقدرون بنحو 6 ملايين موزعين في 40 دولة، مكتفية بالموجودين في العراق والذي يبلغ عددهم وفق التقديرات نحو 44 مليون نسمة.